واجب على كل إنسان وكل مواطن عربي إنه يهبط ويسيح ويحكي لو صوت الحق. واللومه السلطات العربية الساكتة اللي ما حكيتش اللي ما شجعتش حتى المواطنين بالشعب. اليوم شنو هي الهدف نتاعهم؟ اليوم ما قدروش على المقاومة، ما قدروش على حماس وغيرها، معني الفصائل الفلسطينية اليوم يدمروا في البلاد، يدمروا في غزة، اليوم يقتلوا في الأطفال لأنهم يعرفوا الأطفال باش يكبروا كما كانت، معني كما كان في السابق أولاد أحفاد 48.